اوه اهلين غانم اغا، كيفك؟ اتصل فيني سليمان، هلا بازمير هو ونيرمين بيسلموا عليك كثير السلام. يعني ليش ما عم بترد علي؟ بتعاملونا كانه نحن مو بني ادمين، عن جد عيب هالحركات بقى. مين انت لحتى تعلمني شو هو العيب ولك؟ ها؟ انت بتعرف مين انا؟ انا الاغا ولك؟ ولا نسيت؟ وإذا مفكر إذا ناسبتني صرت أغا بتكون غلطان. أصلاً كل البلاوي منك أنت، ولو علي أنا ما بخليك عايش ولا لحظة واحدة. ألو عزت؟ إيه سامعك. أنا نوري، قدرت أني أقرب موعد الجلسة تبعنا. أنا ساويتها بكرة الصبح بس ما تأخروا أبداً لأنه مو من صالحنا. بكرة الصبح قلت لي تروحي ناكل شي شغلة هلأ؟ إيه طيب بس تجوعي مناكل هلأ، خلينا نتفتل. إذا بتحبيني تضحكي لي بس شوي. ماما بكرة عندك محكمة وأكيد كل شي رح يكون مثل ما بدك، أنت بس تفائلي شوي. وبعد العذاب كلياته هذا رح تصيري حرة وما حدا إله علاقة فيكي، لازم تكوني قوية لترجعي مثل ما كنتي، وأكيد كل شي رح يتصلح. يعني أنا لازم أكون بالمحكمة؟ أي طبعاً أنتي وعلي، هذا الشي لمصلحتكم أنتو الاثنين كمان، طالما أنا معك بعمرك ما تخافي. يلا. شفتي شو قال؟ قال نحن مو بني آدمين. هو شو لكان؟ عشو شايف حاله؟ شو بدك في رشيد؟ لا تفكر كتير بالقصة، بيكون معصب من شي حدا وانت طلعت له بوشه. خلاص طبعا دائما بيعمل هيك، هذا عن جد ما بينعطى وش، مو طبيعي. ها هذا آغا مفكر انه ابنه اللي رح يصير آغا. خليه يصله انه عدنان مو ابنه الحقيقي بالاول، ووقتها منشوف كيف بده يضل شايف حاله. بترجاك رشيد تروق ولا تتهور، لا تكون مجنون مثله، خليك هادي وبلا هالمشاكل هلا. خلص اتركيني فاطمه كرمال الله، بكفي. رشيد ارجع. خلص انت اهدي، عزت اصلا مستحيل يلاقي لي علي. طيب ماشي خاطرك هلا. شو بدك؟ ليش اجيت لعندي؟ لأنك غانم كرمان وأنا الفقير رشيد كارا عم بتشوف حالك علي؟ مستكتر تسلم علي وقت تمرق جنبي ما هيك؟ أنت شو اللي بدك يا هلأ؟ ايه. أنت من عيلة وقليل بنوب، معك حق، أنت أغلى عشيرة ما حدا قدك، وفي كمان ابنك اللي من صلبك اللي حيصير أغلى عشيرة وياخد محلك، وقتها بتنفخ حالك أكتر وأكتر، بس لما البني آدم بينتفخ كتير بيطق بالأخير. أنت زودت كتير رشيد وصار بدك ترباية كمان، وأنا اليوم بدي ربيك. غانم آغا، أنت قبل ما تجي تحكلي جلدي لازم نحكي بقصة ابنك عدنان اللي حيصير آغا وياخد محلك، شو رأيك؟ أنت شو عم تخرف وتحكي ولك؟ عدنان شو دخله بالقصة؟ علي بس أعرف وينك يا أخي، بس لو أعرف وين حابسينك. كلاب أنا لازم حاول أكسر هاد، بسيطة أنا فرجيكم بس أطلع من هالمكان. مثبتينه لهاد؟ يعني عم بتقول ابنك اللي رح يصير اغا مو هيك؟ انت ما رح تخرس؟ لك شو دخلها؟ نقلع منه شي احسن ما ارتكب فيك جريمه. اخ يا غانم اخ، لهبوا عليك لعبه حلوه كثير بصراحه، ضحكوا عليك كل هالسنين وانت ما عندك خبر. فعلا انك قليل ادب وبدك ترباي كمان. لعبه شو لك؟ احكي لشوف.
بس يقون الأوان بتعرف. لا تشغل بالك عن إذنك آغا. شو عم يخرف هاد؟ لا تشغل بالك فيه يا أغا، هو يمكن تعبان شوي، بدك تطول بالك عليه يعني، يا ريت ما تتضايق منه. ليكي في كتير تياب حلوة إلك هون. يا ريت لو كان طالع بإيدي رجع كل السنين اللي عشتها بعيدة عنك. أنا كل همي إنه نكون مع بعض. أنا هلأ رح أوعدك إنه كل اللي جاي رح يكون أحلى، ورح أعمل جهدي حتى تكوني مبسوطة ومرتاحة معي. الله لا يحرمني منك زهرة. شبك يا عمري أنت؟ تعي شوفي، هاد أكيد رح يطلع بجنن عليكي. منجرب هاد، إذا ما عجبك منشوف غيره. عدنان ابني شو صار معك؟ لسه لهلا ما لقيت زهرة؟ ليكني وراها. ليك عدنان عجل شوي، لأنه عزت اليوم إجا لهون وعم يدور على علي، وستك لورين ما سمحت له يفوت على القصر أبدا، خلتن يطردوه. انت لا تتأخر، عم استناك. اصحك ترجع بلاها. ما رح أرجع بلاها أمي، انت ريحي لي حالك بس. علي يلا زهرة لا تعنديني إذا بتريدي. خلص مو جاي عبالي. أوه طيب، بس أنا رح أخدهم وأكيد رح يطلعوا بياخدوا العقل عليكي. إيه ما شاء الله، هالأمر بتكون بنت حضرتك؟ إيه نعم، هالأمر بنتي. الله يخلي لك ياها وما يحرمكن من بعض. صرتي مثل الأميرة.